السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتأكيد في حاجة من الرغط الكتير أو الكلام الكتير اللي بدأ يتصدر في السوشيال ميديا، ومش بس السوشيال ميديا، أعتقد كل الناس لازم تعلق على تصريحات المهندس خالد مرتجي امبارح. يتسأل سؤال صريح حول الشكوى اللي قدمها في رئيس نادي الزمالك بعد تعديه على شخص الفريق عبد المحسن كامل مرتجي عليه رحمة الله، وانه السبب في نكسة 67، وان المدعي العسكري او مساعد المدعي العسكري طلب منه مباشرة من المحامي، يعني طلب منه انه يسحب الشكوى، وانه بالفعل تاني يوم سحبها. ومقولة خالد مرتجي واضحة امبارح اللي ما فيهاش اي مراء، لما بيقول انه في حاجات كتير ما لهاش تفسيرات في البلد دي، بعد تعليقه على فكرة ان هذا الرجل عليه شهر سجن، ورغم كده هو ما نفذش حكم لحد دلوقتي. وجاي انا عشان احلل الكلام زي ده محتاج معاكو قاعدة كده بالليل. بس انا مبدئيا كده انا ما بين تلات امور. اول امر انه اللي قاله خالد مرتجي امبارح اكيد معروف انه هيقوله، يعني انا مش عايز اقول انه مش ممكن يكون عامل كده من نفسه، اعتقد ان ده مستحيل. لكن طريقة السؤال وطريقة الرد عليه بتبين انه لا، الموضوع مقصود انه يرد على السؤال ده بالتحديد، وان السؤال ده مقصود انه يتسأله. فهنا انا مش قادر افهم، هل يعني هناك من يريد ان يجعل الناس تصل الى نتيجة ان مرتضى منصور مسنود بشكل حرفي وبشكل لا مراء فيه او لا يعني شك فيه او لا ظن فيه لا لبس فيه ان مرتضى مسنود ورياح روحكم، ولا هل الهدف انه خالد مرتجي عايز يعمل ابراء للذمة من ناحية ان ادارة النادي الاهلي ده من تقال عليها انها ضعيفة ومش قادرة تجيب حق النادي، فاحنا بنعمل عملية ابراء ذمة ومسموحين ان احنا نعمل عملية ابراء الذمة علشان محدش يصدعنا تاني او حد ياكل وشنا تاني، برضو ده احتمال. اما الاحتمال التالت وده ابعد احتمالات، الاحتمالات بالنسبة لي هو ان خالد مرتجي يكون عامل كده من نفسه متحملا اي عواقب تحصل بعد التصريح ده. في كل احوال يعني انا مش عارف، تصريح على قد ما هو مرعب على قد ما هو مثير الغضب على قد ما هو يضايق على قد ما هو يثير التساؤلات. لكن خلينا نقول انه ما ستتكشف عنه الايام القادمه هتبين هو كان ايه الغرض الحقيقي من التصريح ده، او ايه الهدف الحقيقي من وراء ترك التصريح بهذا الشكل يطلع للملأ بالشكل ده. لكن انا مش قادر لحد دلوقتي اقتنع انه مرتضى منصور مسنود بالطريقه دي، لانه لو مسنود بالطريقه دي ما كانش ابراهيم فايق عمل اللي عمله، ما كانش كريم حسن شحات عمل اللي عمله، ما كانش ميدو عمل اللي عمله، ما كانش اتحاد الكوره على الاقل في التجربه الاخيره او في الموقف الاخير عمل اللي عمله. لكن في اشياء هتبدا تبان، ممكن تبان خلال الفتره الجايه، وممكن يبقى التصريح ده صدى عكس، يعني ممكن الدوله في سبيل انها تريد اقناع الناس بالعكس او اظهار انه العكس هو الصحيح فيما ممكن انه يظنه الشعب، ممكن يبقى له رد فعل عكسي. هنستنى ونشوف بس كده. لكن بالنسبه لما بعد تصريحات خالد مرتجي او لما يمكن انه ينجم عن تصريحات خالد مرتجي في فكري انا شخصيا، فهو انه الموضوع لحد دلوقتي محتاج وقت عشان تفهمه، ومحتاج حاجات كتير تبان عشان نستوعبه وعشان نفهم ما قصده وخفاياه. بس كده، وربنا يستر على الجميع. سلام عليكم.